بقى للمباراه الهامه طبعا سان داونز، مباراه العوده كيف يراها الاستاذ خالد الاتريبي؟ خلينا نكون واقعيين، يعني مفيش اي مباراه انت بتخوضها بتكون صعبه بتكون سهله، حتى لو حتى مباراه وديه، لانك انت بتكون ليك اهدافك منها، لكن كل الظروف المحيطه بالمباراه طبعا بتقول لك ان هي مباراه صعبه. انت بتلاعب فريق مش سهل، بتلاعب فريق انت كسبان هنا بهدفين، اديت مباراه كويسه، عندك عناصر مهمه وعناصر قويه، عندك كل العناصر اللي تخليك تعمل مباراه كويسه، لكن على الجانب الاخر برضو نفس العناصر دي عنده، بيلعب بفريق كامل العدد، بيلعب بدوافع كبيره، بيلعب على الارض ووسط جماهيره. تمام. كل الكلام ده كلام لو سالته لاي حد هيقول لك هو الكلام ده، لكن زي ما بقول لك هي الدوافع. الدوافع ان ده خاصه ان هو عنده، هو كلاعب عنده سابقه ان هو قدر يكسب النادي او الفريق اللي قدامه السنه اللي فاتت بنتيجه كبيره. صحيح. فهو يفكر ليه انا مش طبعا هو مش هدار او مش في دماغه زي ما المدير الفني قال موسيماني قال ان هو وارد لكن صعب. لكن هو اكيد مش هيفكر في انه يفوز عليك فوز كبير، لكن هيفكر انه يدور على التاهل. بغض النظر انا ما بقولكش ان هو هيفكر في خمسه. طيب. لكن هو هيفكر انه يتاهل. وانت على نفس على الجانب برضو الثاني انت لابد انك تكون عارف ان كل الاسباب اللي ادت انك تطلع بالنتيجه الكبيره دي انا شايف ان هي تلاشت. تلاشت تماما. والنادي الاهلي بص، النادي الاهلي طول عمره لا بيقول سحر ولا غلط ولا يعني مش يومي ولا اي حاجه خالص، بيبحث عن اسباب او اسباب اخفاقه. عشان كده النادي الاهلي حضر للمباراه دي من بدري. من اول ما اتقال ان في مباراه مع صن داونز الاهلي كان بيحضر للماتشين ذهاب وعوده، حضر للماتش الذهاب بانه يلعب في استاد القاهره وده عنصر مهم جدا، وحضر لمباراة العودة انه يحجز تاني يوم مباراة الزمالك تدريبات العصر. طبعا طبعا النادي الاهلي حضر الماتش من بدري جدا، قعد خمس ايام في جنوب افريقيا، ده ما كانش حاصل قبل كده. كل السبل سعى وعمل مساعي كبيره جدا في كل امور التحكيم علشان ياخد ضمانات معينه علشان لا يتسبب اي عنصر خارجي